كابتن بلال، يمكن نتيجة المباراة لا تعبر أبدا عن سير المباراة بكل أحداثها على مدار الشوطين. طبعا انا بشوف، انا اتفق مع الكباتن واتفق مع كابتن عادل طبعا في الكلام اللي قاله. انت النهارده يعني بتلعب فرقه من اقل الفرق اللي لعبتها في الموسم ده، ودي اقل مباراه اعتقد لفرقه الجونه، وانت مسيطر ومستحوذ ومسجل هدف. ما كانش من الضروري انك ترجع يعني تلعب زون ديفنس النهارده. الماتش لما بتلعب مع فرقه صغيره دايما لازم تحطها قدامك، لازم دايما تضغط عليها، لازم دايما تحاول ان انت تسجل اهداف. ما ينفعش ان انت تديهم مساحه وتديهم فرصه ان هم كمان ياخدوا نفسهم، ان هم يبتدوا يفكروا في ملعب. انت الاول من بدايه الشوط الثاني كنت انت بتديهمش فرصه ان هم يفكروا في الملعب، بتديهم فرصه فقط ان هم يشتتوا الكوره، يلعبوا الكرات الطويله. كرة كانت بتجي لك ورا مستريحه، ما عندكش ازمه، الاثنين السنتر باكس بتوعك مستريحين، ما كانش عندك ازمه في الكوره اطلاقا. انما لما ابتديت تتراجع اديتهم فرصه ان هم يبتدوا ينقلوا، اديتهم فرصه يلعبوا الكرات الطوليه، اديتهم فرصه ان يلعبوا الكرات الطوليه اللي هي على طرف الملعب، عشان كده قدروا ان هم ياخدوا فاول. وبعدين لما بتلعب فرقه زي كده يا كابتن ايمن، يعني طبيعي هيسجلوا اهداف ازاي؟ لازم الكوره ثابته، ده وضع طبيعي، ما عندوش حلول، يعني ما عندوش حل، ما عندوش حد عنده المهاره والسرعه ان هو يروح واحد ضد واحد ويسجل او يصوب او، لكن عنده فرصه بس ان هو يستغل كره عرضيه، الكوره ثابته من كورنر من فاول زي ما حصل. وانا كمان يمكن انا عايز اقول ان في مشكله الهدف اللي جت انا بحملها للشناوي، تمام؟ لان انا النهارده لما يكون عندي اللعيبه لازم امسكهم واحد، لازم امسكهم كويس، لازم اضغط فيهم، لازم كمان ازعق بصوت عالي، لازم ااكد ان كل واحد مع واحد. النهارده الكره اللي جت كريم الطيب لوحده فاضي، ونجيب لوحده فاضي، كره اتلعبت لو عدت كريم ممكن يكون كريم في موقف تسلل لكنه برده فاضي، ما هوش حد. كره لو عدت نجيب ممكن تروح لكريم. فالنهارده لازم تمسك بشكل جيد، لان هي دي الفرصه الوحيده او اللعبه الوحيده اللي ممكن يلعب عليها الجون عشان يسجل هدف فقط لا غير. غير كده ما فيش اي تواجد في الملعب، ما فيش استحواذ، ما فيش خطر. بتلاعب فرقه ما عندهاش انياب حقيقيه. فانا بشوف او كنت بشوف ان فرقه النادي الاهلي بعد تسجيل الهدف ما كانش من الممكن او ما كانش من الواجب انك انت ترجع بالشكل ده، انك تتراجع، خاصه بعد ما عملت التغييرات. انا بعمل تغييرات عشان اجدد، عشان افضل دايما في حاله استحواذ، عشان افضل دايما في حاله هجوم. ما بعملش التغييرات بتاعتي عشان ارجع والعب زون ديفنس واعتمد على الهجمات المرتده السريعه. انت بتلعب اوريدي فرقه عندها مشاكل في الاثنين السنتر باكس، عندهم بط، بتلعب فرقه مفتوحه، الاثنين الطرفين بتوعهم فاتحين الملعب، فبالتالي انت لو ضغطت واشتغلت واستحوذت كان ممكن تسجل هدف ثاني. هم مستسلمين كمان جدا النهارده، فرقه ما بتضغطش عليك، وهم مغلوبين ما بيضغطوش. هم منتظرين فقط ان يجي فيهم جول ثاني عشان المباراه تتقتل. انت اللي اديت فرصه للجونه ان يخش في المباراه. انت اللي اديت فرصه للجونه ان هو لعيبته تلعب وهي مستريحه شويه. لما بتسيب مساحات ليهم، هم النهارده كانوا بيعملوا ايه بعد ما الاهلي رجع ورا؟ ابتدوا يلعبوا كره عرضيه كلها، يباصوا بالعرض من الباك رايت للباك ليفت، من السنتر باك يبتدي لعيب نص الملعب بتاعهم. انا بشوف افضل واحد فيهم النهارده سيرجي أكا. هو اللي كان بيحركهم، لانه كمان انت ابتديت ما تعملش ضغط عليهم، فابتدى يستلم بحريه. هو لعيب عنده سرعه وعنده قوه، ابتدى يبقى عنده رؤيه في الملعب، يباصي الكرات الطوليه. انت اللي سبت له المساحات انه يشتغل فيها، لكن لما كنت بتضغط عندنا اكتر من فرصه كان ممكن الاهلي يسجلها. ونرجع برده للكلام اللي كنا بنقوله من زمان في كل استوديو، يا جماعه لما تيجي فرصه للتسجيل لازم تسجل، لما تيجي فرصه لانك تقتل الماتش لازم تقتل الماتش. ما ينفعش ان انت تتعامل مع الفرص بالشكل ده، لازم كل كره عرضيه بالنسبه لك تبقى فرصه. النهارده ابتدينا نعمل كورسات الشوط الثاني، لازم يعني في الحاله دي كنت تلعب اثنين فراوده مش فرد واحد. انا النهارده يا جماعه مش هلاقي فرقه اسهل من الجونه، يعني باللي احنا شفناه النهارده مفيش فرقه اسهل من كده. فرقه مستسلمه في كل الاحوال وفي كل الجبهات، في الناحيه الهجوميه مستسلمه، في الناحيه الدفاعيه مستسلمه، في نص ملعب مدياك الحريه انك تعمل كل حاجه. مفيش يعني مش هنتكلم على الاجهاد، لكن هتكلم على طريقه اللعب. طريقه اللعب النادي الاهلي النهارده كان لابد ان هو يقتل الماتش بعد تسجيل الهدف الثاني. صحيح.